طبعا احنا الاشياء اللي تركها لينا في الناحيه المعماريه هي اشياء بتدل على رخاء الحضاره المصريه واعطائنا لسان حال، هو ترجمه بين الحضاره المصريه للعلماء. العمارة في مصر القديمه هنا تاثرت بعوامل البيئه نفسها زي الجزء الجغرافي والجيولوجي والمناخ، عشان كده ابتدى يتأثر من البيئة وابتدى ان هو يقطع الأحجار اللي هو عايزها. الأحجار كان بيتعمل فيها معظمها من الأحجار الجيري، الحجر الجيري دوت موجود بصفة كبيرة جدا في الناحية الشرقية، منها جبل طلا وفي جبل المقطم وجزء جاي من مدينة في المنيا اسمها منت خوفو، معنى مرضعة خوفو. هي العمارة المصرية القديمة تنقسم لكذا جزء، عمارة دينية وعمارة جنائزية وعمارة مدنية، العمارة العسكرية كمان اللي هي مجموعة الأطباء موضوع الأطباء والقرون اللي فيها، وبعد القلاع اللي موجودة في طريق لغاية الشام اللي احنا كنا بنتعرض على طول من حملات بتيجي من الشام او بنسميها شعوب البحر المتوسط. اهميتها بتخلي ان في امان في مصر وبيبقى مباشر على طول مع الملك في القلعة دي. بعد كده الناحيه المدنيه اللي هو البيوت، دور الدراسه ودي كانت بتلحق بالمعبد، المصانع او النحاتين مكان النحاتين، كل دوت كان بيتعمل بنسميه الناحيه المدنيه. الناحيه الجنائزيه زي ما احنا موجودين هنا اللي هي الهرم او مقبره، سواء كانت مسطحه سواء كان على شكل هرم سواء كانت على نحت داخل الجبال زي موجود في وادي الملوك. الناحيه الدينيه وهي المعابد، ودي كانت مهمه جدا، دي كانت قوه المركزيه لحكم البلد، وكانوا بيبنوا المباني بتاعه المعابد باحجار كبيره جدا من اللايمستون او الحجر الجيري، وتبطن من الخارج والداخل بحجر الجرانيت فاسبه للدينيه. الجنائزيه زي ما قلنا بتساوي هو المكان المجموع من المعبد بيت، وبتاخد الكرام بتاعتها يا اما اللوتس يا اما تاخد شكل البلدي او الحطحوري اللي هي شكل البقرة وهي الأم بالنسبة للآلهة وبالنسبة للحكام. كان بيروح بالمعابد دي مدرسة للتعليم اسمها بير عنخ أو بيت الحياة. الناحية الجنائزية برضو احنا ما عندناش حاجة اسمها هرم، عندنا حاجة اسمها المجموعة الهرمية زي مجموعة خفرة ومنكورة، لكن الموجود لغاية دلوقتي وبصفة دايمة هو الكوزوي اللي بيطلع لغاية الهرم الثاني. قبل ما يطلع بيعمل معبد في الوادي تحت، وهو بيتم فيه عمليه التحنيط، وهو الوحيد اللي لسه موجود لغايه دلوقتي هو معبد الملك خفره لغايه دلوقتي بصفه جميله جدا. بعد كده في حاجه اسمها الكوزوي من تحت لغايه البلاتو هنا بتوصل لمعبد بيسمى المعبد الجنائزي اللي بتكون فيها الشعائر والصلوات وعمليه الطقسات لفتح الفم، بعد كده بيبتدوا يدفنوا الملك وبيقفلوا عليه عن طريق سد ضغط الهواء والبريس بتاع الاحجار مع بعض كلها. امن مصر القديم في الحياه بعد الممات، وبيعتبر هي الحياه الابديه، فكان لازم يتجه اصلا لكل معتقد ديني بالنسبه له وعشان يخلد، عشان كده بيبنوه بالحجر. اما البيوت كانوا بيستخدموا التين بيجمعوه بعد الفيضان بتاع اللي بيجي في شهر 7 ويبتدوا يعملوه في قوالب ويسيبوه في الشمس يتبني بيها البيوت والنظارات كل الاماكن المدنيه فيها كلها. Please let me know when you just see the pyramid from outside the area. What do you feel? It's breathtaking. You have no words for it. You see the city and you see the pyramids and it doesn't really make sense in your head, but then you get up close and you're just like, I can't believe these are right next to each other. And they're so big and they're so beautiful, and you just read about them and you look at them and you can't even imagine what they look like until you actually come here and see it. And just coming, driving up onto it is amazing. So when you just read about the pyramid before you come here,
and you heard about the pyramid. What do you feel? And when you come here, what's your feeling? And what's your mind about it? I feel like it doesn't connect in here. It's just out here. You know, you're reading about it, and it's outside of you. And when you come, it becomes a part of you, and then you get to keep it forever. So when you read about it, it's just a story that someone told you, but then when you see it in real life, then it becomes a part of yourself. أول سؤال بيجي في خيالة الكاستمر إزاي الهرمت ده؟ بس طبعا احنا بنقول على الآراء اللي هي الموجودة موجودة طبعا في الكتب بتاعة الدكاترة أو اللي احنا درسناها واللي احنا بنتخيله كمرشدين سياحيين اللي هو على سبيل المثال ممكن يكونوا بنوا القاعدة الأول زي الهرم المدرج وابتدوا بعد كده يطلعوا خطوة بخطوة بس لحد دلوقتي احنا لسه مش متأكدين ازاي هم بنوا الهرم. وتاني سؤال بيسألوه مومية الملك راحت فين؟ والكنوز اللي كانت جوه الهرم راحت فين؟ زائد ان هم بيسألوا ازاي قدروا ان هم ينقلوا حاجة بالعظمة ديت كالحجارة بالأوزان ديت من محاجرها لمنطقة الجيزة هنا. What's your program from the morning until you stay in Sharm and Dahab? You wanted to know all the program. I show up at Cairo and or at Sharm. They take me to the airport, or they get me a flight to Cairo, and then I met him. He's my guide for the day. We went around and got to see the like breakfast spots. We went to Saqqara. And then we got to go around to carpet making, like they make the tapestries and the healing oils. And we're going to Giza, we're here at Giza pyramids. And then we're going to go to a viewing area to see all the pyramids, lunch usually, and more fun things. And then back to the airport and then back to Sharm. And then they take me to my hotel. If they ever get the chance, that they should go, even if things get in the way, they should just make it a priority to come because it's a once in a lifetime trip and I want to come back and make it twice in a lifetime. And the dream of the girl to visit the Grand Egyptian Museum. She would love to know when the Grand Egyptian Museum will open because she would love to come and see it. Yeah. I just saw the pictures and videos about the Grand Egyptian Museum and she would love to come and see the Grand Egyptian Museum in real. الحضارة المصرية القديمة اللي حيرت العالم وما زالت تحير اللي كلها ألغاز كل لغز بياخدنا الآخر حتى نصل في النهاية إلى عدة من الانبهار وإحنا موجودين في أعظم مكان المصرية القديمة ألا هرم خوفو اللي اتبنى في 20 سنة تحديدا من 2560 قبل الميلاد ل 2540 قبل الميلاد يعني 20 سنة. الكلام ده له تفسير وتفسير كبير جدا عشان نبني الهرم في 20 سنة محتاجين في الساعة ان نرفع 12 حجر لمدة 24 ساعة في 20 سنة علشان نرفع 2 مليون حجر و600 ألف وزن الحجر ما بين 2.5 طن ل15 طن سقف حجرة الملك بيصل ل70 طن الحجر الواحد. الكلام ملو بديهيا كده واحنا بنفكر ازاي نعمل الكلام ده وازاي مصر القديم وصل ليه. بداية ارتفاع الهرم الاصلي قبل ما يجي الزلزال كان 149 متر و4 من عشرة. المسافة ما بين كوكب الارض اللي احنا عايشين عليه والشمس 149.4 من عشرة مليون كيلومتر. الكلام ده مش مصادفة. لما نلاقي على الجداريات ان هم بيحتفلوا بنجم الشعر اليمنية كل 50 سنة لما نيجي بالمراصد الحديثة في 2022 نلاقي ان كل 50 سنة بيدور حوالين نجم الشعر اليمنية نجم صغير يبقى الكلام ده مش مصادفة. لما تتطور الامور لحد ما نوصل في عصر الملك سيتي الاول او رمسيس الثاني نلاقيه بيقول ان السنة اللي احنا عايشين عليها النهاردة 365 يوم وربع وان كل 4 سنين في
سنة كبيسة بتبقى 366 يوم، وقال عن السنة الكبيسة ريمبت نفرت والسنة البسيطة ريمبت جاب، وقال إن نجم الشعر اليمنية بيتوافق ظهوره مع شروق الشمس كل 1460 سنة. الكلام ده حصل سنة 1317 قبل الميلاد اللي أخبر عنه الملك رمسيس الثاني. تعالوا بقى نشوف الافتراضيات والنظريات اللي بتتكلم عن بناء هرم خوفو بهذا الشكل. أنا هقول لحضرتك، أنا نفسي يمكن مقتنع بشيء ألا وهم أن هم وصلوا لنظرية إلغاء انعدام الجاذبية الأرضية. هل الكلام ده معاك دليل ان انت تقول ان القدماء المصريين عدموا الجاذبية الأرضية؟ اقول لحضرتك.